هلأ هي صناعه اجدادنا ونحن حبينا انه نجددها، يعني انه تراث ونحن كنا ما بنعرف اي شيء عنه. يعني انا وقت جيت على المركز ما بعرف انه كيف بينطبخ الصابون، نحن كل اللي عملنا بنشتري الصابون من محل، يعني ما بنعرف كيف انه صناعته. الحمد لله يعني هلا صرنا نحن العشرين مستفيدين، يعني كن صحنا بنحسن ندرب لغيرنا، يعني صار في بايدنا مهني، صار غير انه ندرب انه في ايدنا مهني نحسن يعني نعيش منها نحن واولادنا. الصعوبات انه هي ارتفاع الاسعار بشكل كثير كبير، وكل نهار عن نهار عم تغلى الاسعار، ويعني انا يا دوب عم بسدد يعني مش شيء اموري طبعا، لان الحاله الاجتماعي صايره يعني الرجال ومره يا دوب عم يلحقوا، فكيف انا معيل لاسرتي؟